السلام عليكم. دي أول فيلوج أعملها في حياتي عن على الفيسبوك. الفيلوج النهارده بعنوان عقدة الإنجليش. زمان وإحنا صغيرين دخلنا مدارس حكومي وتعلمنا بالمجان، وأظن الكلام شارح نفسه، يعني مفيش داعي للتوضيح. في المدارس دي قالوا لنا إنكم لازم تتعلموا الإنجليش، لأن الإنجليش دي اللغة الأم وكده، وهتحتاجها فيما بعد في شغلك. تمام، طوعناهم ويا ريتنا ما طوعناهم، وتعلمنا ويا ريتنا ما اتعلمنا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخري. لما الواحد دخل الكليه وكده، انا اصلا مهندس برمجيات، ومجال دراستي كله للاسف المصادر العربيه فيه المحتوى فيها قليل جدا، فكون ان انت تحاول تلاقي حاجه تشرح لك الموضوع ده بالعربي كان الموضوع بصعوبه من مكان. حتى فكره ان انت تقعد تترجم وكده كان بياخد مجهود كبير، فما كناش قادرين ان احنا نستوعب الامور بسهوله. تمام، فكان لازم واقفه مع النفس، انا محتاج افهم الناس دي بتتكلم في ايه، محتاج افهم اللغه بتاعتهم عشان اقدر اتعلم كويس. بالمناسبه انا النهارده مش جاي اشرح ازاي تتعلم انجليش، انا ما ينفعش اصلا اتكلم في الموضوع ده، انا مهندس برمجيات واصلا شغال في الديجيتال ماركتنج والجرافيك ديزايننج، فانا مش ما ينفعش اتكلم في اللغه وازاي تتعلمها وكده، في ناس احسن مني 5000 مره يشرحوا الكلام ده. بس انا جاي اتكلم في كونسبت ازاي تتعلم اي حاجة، وهاخد التجربة بتاعتي مع اللغة كمثال عشان يوضح لك الامور ماشية ازاي. فممكن يبقى عنوان الفيديو ده لو احنا عاوزين نعمل عنوان مظبوط، ازاي تتعلم اي حاجة. انا هختم الفيديو ان شاء الله تعالى بعشر وصايا، لو عملناهم تقدر تتعلم اي حاجة باذن الله تعالى، عشان الوصايا العشر كده يعني، او اقول لكم زي ما دايما كده نسمع، تلك عشرة كاملة. لما تيجي تتعلم اي حاجة، اي حاجه، اول جزئيه بتعدي عليك هي انك تعرف المهارات الاساسيه اللي انت محتاج تتعلمها في الحكايه دي. تمام، او ايه المواضيع الاساسيه اللي انت لازم تكون اوير بيها قبل ما تبدا. تمام، فلو مسكنا لغه زي الانجليش، وهي انا احكي لكم تجربتي الشخصيه فيها، الانجليش اصلا كلغه وزيه زي اي لغه في شويه مهارات وفي شويه حاجات لازم تكون عارفها. من المهارات دي ان انت لازم تكون بتعرف تقرا، تمام، اللي هو الريدنج، تمام، وتكون بتعرف تكتب اللي هو الرايتنج، وتكون بتعرف تتكلم اللي هو السبيكنج. تمام، واخيرا تكون بتعرف تسمع عشان تفهم اللي قدامك بيقول ايه، اللي هو الليسننج. فدي لو اتكلمنا الانجليش كلغه، دي المهارات الاساسيه اللي انت محتاج تكون عارفها. انا احكي لكم تجربتي مع كل واحده فيها، وازاي انا تحولت من واحد دارس في المدارس الحكومي وبالمجان، وطبعا الامور واضحه وشارحه نفسها، لواحد الحمد لله رب العالمين يعني بجيت بستخدم اللغه بكل سهوله وسلاسه، والامور ما بتجيش فيها عندي مشكله، اللهم الا بعض الحاجات اللي هحكي لكم عنها واللي لازلت برضو بحاول اعالجها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق فيها. تعال نمسك مثلا نقطه الليسننج. انا لما جيت بدات حبيت اتعلم المجال، انا شخصيه بصريه، انا يعني لازم اشوف الحاجه قدامي عشان استوعبها. تمام، كان في واحد زميلي الله يجزيه عن خير، قلت له انا حابب ان انا اشوف فيديوز وهكذا عشان افهم منها المواضيع بتاعت المجال اللي احنا بندرسه. تمام، فقال لي والله انا عندي شويه كورسز بالانجلش حلوين خالص. قلت له يا راجل يعني انجلش انا مش هفهم حاجه، حرام عليك، شوف لي حاجه في العربي. فراح قال لي كلمه يعني لازلت اتذكرها، كان قال لي يا ابني سيبك من العربي، سيبك من العرب، العرب جرب، يعني ايا كان الكلمه وحشه مش حلوه، بس هو الشاهد في الموضوع ان هو مش هتستفيد حاجه من انك تدور في الريسورسز العربي، ولو لقيت اصلا، ده انت لو لقيت اصلا ريسورسز عربي. تمام، فكان قداميش حل غير ان انا اخد الكورسز اللي هو مدال الانجليش دي واسمع. كنت بشغل الكورس قدامي، سبحان الله يعني انا قاعد متنح مش فاهم حاجه، بس كان اللي كان بيحصل ان انا بشوف السهم بيفتح المنيو الفلانيه، بيفتح الـ مش عارف الدايلوج الفلاني، بيفتح البانل، بيحرك مش عارف السهم ازاي، فكنت بحاول اتابعه. والحمد لله الموضوع المصطلحات كانت ايه، في مصطلحات كده قريبه مني، فكنت يعني كلمه من هنا على كلمه من هنا انا بجيت بفهم هو بيعمل ايه. الموضوع استمر معايا بان انا بسمع كورس، بسمع تاني، بسمع التالت، لا ده يا اخوانا ده الامور بسيطه يعني، ده انا ممكن اقدر افهم الراجل ده بيقول ايه. تمام، مره في اتنين في تلاته، فاجل بفضل الله تعالى والله العظيم يعني بدون مبالغه، فاجل من 3 شهور بيجي اي كورس يوقع تحت ايدي بقدر افهم الراجل ده بيتكلم فيه. على الاقل في المجال اللي انا كنت بشتغل فيه ساعتها، كان مجال ال النتوركينج بشكل عام. تمام، فلما عديت المرحله دي وصلت المرحله بفضل الله تعالى في الليسننج، ان انا ممكن اشغل الفيديو قدامي واخليه سبيد اب لمده
ضعف السرعه اللي هو بيتكلم بيها، وابقى فاهم الراجل ده بيقول ايه. اي حد دلوقتي فضل الله تعالى، والله يعني مش بزكي نفسي استغفر الله ولا حاجه، هو فضل من ربنا سبحانه وتعالى. اي حد يتكلم قدامي دلوقتي ان انجلش ببقى فاهم هو بيقول ايه بالتفصيل في اي موضوع، مش شرط كمان في المجال التكنيكال اللي احنا بنتكلم فيه. تمام؟ فدي اول جزئيه، هي جزئيه الليسننج اتحسنت بان انا بسمع مره واثنين وثلاثه واربعه، وخليت السماع ده يجي منين؟ يجي من مجال دراستي اصلا. فاهم الفكره؟ انا عاوز اسمع الكورسز او الحاجه اللي انا بدرسها، فبالتالي كانت الموضوع بالنسبه لي مفيد، انا بستفيد تقنيا بزود نفسي، وفي نفس الوقت بستفيد من ناحيه تحسين الليسننج، تحسين السماع، بجد بسمع كويس. فدي اول مهاره، والحمد لله انا المرحله دي عديتها خلاص، بجد بسمع كويس والامور تمام. ما اقدرش اقول ان انا احسن واحد طبعا يعني، ولا ان انا كده وصلت احسن مرحله، لا لسه محتاج اتعلم تاني، وفي حاجات كتير غايبه عني وهكذا. تعال نشوف المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الرايتنج، الكتابه. يعني انا شغلي في الديجيتال ماركتنج، احنا مين اللي بيجهز محتوى؟ وانا يمكن لما بدات اشتغل في شركات كان المحتوى اللي احنا بنقدمه بالعربي، فما كنتش حاسس بالموضوع ده قوي. لما دخلت شويه في اشتغلت على براندز كبيره، وكان يمكن ساعتها كان البراند اللي انا ماسكه كان موسى كوست، موسى كوست كان بيطلب محتوى بالعربي وبالانجليش. فساعتها كانت الموضوع بالنسبه لي اللي هو يعني سبحان الله يعني مش عارف اكتب انجليش يا اخي، انا يعني خبرتي محدوده. تمام؟ فكنت بعمل ايه؟ كنت بكتب بالقواعد البسيطه اللي انا عارفها، ان هو لو انا مثلا بتكلم حاجه ليها علاقه بالمضارع يبقى انا هتكلم مضارع بسيط. تمام؟ لو انا هتكلم حاجه في المستقبل يبقى مش عارف ويل، طب الاي يجي بعديه، يجي بعديها اي دو، مش هينفع اي داز. فاهمين الفكره؟ فيعني شويه قواعد بسيطه كده الواحد بيعك بيها. تمام؟ فبدات ايه اجهز المحتوى وابعته للمانجر بتاعي عشان تراجعه، وطبعا كانت بتطلع بلاوي يعني، ما يعني سبحان الله رحم الله امرين عارف قدر نفسه. فكنت انا بتعلم من البلاوي دي، هي دي الميزه. ان انا مثلا كنت بقول مثلا كان عندي بوست هنزله، كان بقول للناس ايه احسن رياضه انت بتحبوها، كنت بقول ايه واتس يور فيفورت سبورت، يعني ايه الرياضه المفضله بالنسبه لك. فهي كانت بتقول لي المفروض ما تكتبهاش كده، ما ينفعش، عارف تكتب ايه؟ تقول which sport do you prefer the most، يعني انهي الرياضه اللي انت بتفضلها اكتر، ما تقولش الناس ايه هي رياضتك المفضله. تمام؟ زي مثلا لو انا مثلا هيجي لي واحد بالعربي فعاوز مثلا يقول لي، لا عاوز يقول لي عاوز اروح محطه القطر، فيقول لي هل تعرف كيف اذهب الى محطه القطار؟ انا طبعا اكيد هضحك عليه. فاهمين الفكره؟ غير لما واحد مثلا يقول لي المحطه فين؟ القطر فين؟ فاهمين الفكره؟ يعني الموضوع باختصار هو ازاي توظف اللغه صح واستخدامها وهكذا. فموضوع الرايتنج بفضل الله تعالى انا اشتغلت عليه وليه اكتر من 3 سنين، يعني من ساعه يمكن ما دخلت في الفيلد بتاع الديجيتال ماركتنج ده اشتغلت عليه كويس جدا. ليه؟ لان انا كنت باخد الشغل بتاعي كنت بكتبه، وكان في حد بيراجع ورايا، وانا كنت بتعلم من الاخطاء اللي انا كنت بقع فيها مره واثنين وثلاثه وهكذا. وبالمناسبه انا كنت بعمل حركه يعني هي مش بروفيشنال، بس انا بالنسبه لي كانت مفيده جدا، يعني كانت تركايه بقول لكم ازاي كانت بتساعدني في الشغل. كنت هكتب مثلا موضوع معين، فالموضوع ده او مثلا جمله بعينها، فالجمله دي بخليها جينيريك واروح حاططها بين دبل كوتيشن كده واسيرش عليها في جوجل. تمام؟ لو لقيت اكتر من واحد يتكلم عن الموضوع ده او اتكلم في الجمله دي تحديدا كده، يبقى الجمله دي صياغتها صحيحه. تمام؟ لكن معناها ايه بقى مش مهم، لكن صياغتها صحيحه. طيب بالنسبه للمهاره الثالثه اللي هي الريدنج دي يمكن اتحسنت معايا في موضوع ايام كنا في فتره الكليه. تمام؟ يمكن لما كنا في الكليه كان دراستنا كلها ان انجلش، وكان المراجع والريفرنسز اللي احنا بنرجع لها كلها ان انجلش. تمام؟ فكنت انت من كتر طبعا انت بتستخدم مصطلحات وبتستخدم اللغه وتركيب الجمل وكده، فكان الريدنج بفضل الله تعالى الامور سهله فيه، وبنعرف نقرا وبنعرف نفهم كل الكلام اللي مكتوب معانا، ولا زلنا الحمد لله بنحاول نشتغل على الحته دي. الكلمه اللي توقف معانا في النص نروح نترجمها، المصطلح اللي يقف قدامك. كان دايما دكتور الله يجزيه عنا كل خير والله يرحمه كان دايما يقول لنا ايه، الجمله اللي انت بتقراها لو في حاجه مش فاهمها فيها عديها او حاول تخمنها. تمام؟ معنى الجمله سياق الجمله بيوحي بالموضوع ده مش اكتر، يعني فاهمين الفكره؟ يعني يعني مثلا لو انا مثلا بتكلم عن حاجه اللي ريليتد مثلا للنتوركينج، فمثلا بقول ان احنا مثلا محتاجين نبني الانفراستراكشر بتاعتنا، فمثلا نقول وي ار جوينج تو بيلد مثلا اور انفراستراكشر فور ذيس نتوركس. فمثلا لما انا اجيب سيره الانفراستراكشر ونتوركينج، فانا
ممكن مثلا اخمنها ان هي احنا عاوزين نبني المنظومة بتاعتنا، تمام؟ ما هو المنظومة بتاعت الشبكات دي. فبالتالي انت لما تيجي تخمن الكلمة، التخمين ممكن الى حد ما يكون قريب من المعنى، مع ان معنى infrastructure مش منظومة. infrastructure معناها البنية التحتية، تمام؟ بس هي البنية التحتية في الاخر هي منظومة بتقوي الموضوع بتاع الشبكات وهكذا. فالكونسبت نفسه واضح، ان احنا بمجرد تخمين الكلمة اللي في الجملة في سياق الجملة بتقدر تفهم معناها، او افتح الترانزليتور وشوف معناها ايه، او هات قاموس لمصطلحات المجال اللي انت فيه وابدأ اعرف معناها ايه. لكن المشكلة الاكبر بقى في الكونفرزيشن دي، يمكن المشكلة اللي انا لازلت بعاني منها، وان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى بحاول احلها وان شاء الله تتحل يعني، تمام؟ المشكلة في الكونفرزيشن ان انت محتاج حد نيتيف اللي بيتكلم انجلش كويس جدا في اللغة، فاهم المصطلحات بتاعتها، وفي نفس الوقت فاهم عربي. يعني تفهم تجيبها ازاي، دي صعبة بقى، تمام؟ فانا هحكي لكم انا تجربتي الشخصية، ان انا كنت اسمع يقول لك ان في مواقع لي انك تقدر تتعلم منها بالكونفرزيشن وكده، فكنت ادخل اسيرش على المواقع دي وابدا احاول اتكلم ناس وكده. كلمت ناس من الهند، وكلمت ناس من الفلبين، وكلمت ناس من عرب، وكلمت ناس من امريكا، تمام؟ في ناس لما بتلاقيك انت في البداية مش عارف تاخد وتدي معاهم كده في الكلام، غالبا بيقفل معاك، يعني مش بيبقى عاوز يكمل معاك وبيعتذر لك، ده لو هو راجل زوج، او بيقفل خالص لو هو عاوز ينفض لك، فاهمين الفكرة؟ فأنا بصراحة فكرت، يعني قلت أنا عاوز فكرة أحاول من خلالها إن أنا أخلي الشخص اللي قدامي ده يستحملني، يعني حتى لو أنا في الكونفرزيشن تعبان ومش بقدر أتكلم بسهولة والكلام بياخد معايا وقت لحد ما أرتب وبعد كده أقوله، تمام؟ وده طبعا مصيبة، مصيبة بكل المقاييس. ما ينفعش أنت تتكلم كونفرزيشن تفكر وبعد كده تتكلم، أنت المفروض تتكلم على طول زي ما انا بكلمكم دلوقتي، انا مفكرش انا قبل ما هقول الكلام ده، انا بتكلم على طول، فاهمين الفكره؟ anyway، فكان الموضوع طبعا انا محتاج حد يصبر عليا لحد لما اجمع الجمله واقولها، فاهمين الفكره؟ فكان والله سبحان الله ربنا الهمني بفكره حلوه كده لذيذه. الفكره دي كانت باختصار ان يعني انا بدخل على الجروبس اللي على الفيسبوك اللي الناس اللي مهتمين بان هم يتعلموا اللغه العربيه، شوفوا الموضوع، او يتعلموا القران. يعني انا بفضل الله تعالى احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، وفي نفس الوقت متقن للتجويد، فانا مستعد اي حد عاوز يتعلم القران انا مستعد اعلمه، تمام؟ وفي نفس الوقت اي حد عاوز يتعلم لغه عربيه برضو انا مستعد اعلمه. فلما عرضت الفكره في ناس كثيره جدا اهتمت بيها، وناس نيتيفلي امريكان اهتموا بان هم يتواصلوا معايا، في منهم واحده اتمنى هي برضو هتسمعني في الفيديو ده، اسمها سوزان، تمام؟ سوزان كانت من الناس الاوائل اللي تواصلوا معايا وكانوا مهتمين بان هم يتعلموا اللغه العربيه، تمام؟ وكانت زي ما بقول لكم كان في فرصه بان احنا نصبر على بعض شويه، يعني انا هي عاوزه تتعلم عربي وانا عاوز اتعلم انجليش، تمام؟ من شخص نيتيف وكده. فكان هي انا بكلمها كانت هي مستوعبه الحته دي، ان لا هو لسه محتاج ياخد وقته لحد لما يفهم طريقه الكلام وكده، وهي برضو في نفس الوقت انا برضو محتاج اصبر عليها شويه لحد ما تتعلم طريقة الكلام كده، تمام؟ ف الموضوع بتاع السبيكينج او الكونفرزيشن بشكل عام كان ولا زال في عندي مشكلة فيه، لان الناس اللي احنا بنتواصل معاهم دول مش دايما متواصلين معاهم بشكل دايم، ممكن الوقت بتاعي انا ما يناسبش الوقت بتاعهم وهكذا. فانا بسعى لحل المشكلة دي من خلال بقى حد تاني، هي واحدة من زميلاتنا في مصر هنا، وهي ما شاء الله يعني عليها، هي بذلت مجهود كبير جدا في ان هي تتعلم الكونفرزيشن، وكانت بتتواصل مع ناس كتيرة جدا وليها تجربة، انا اتمنى ان هي تحكيها للناس كلها بان هي تتعلم فيها اللغة وكده، وما شاء الله جت على شوط كبير يعني في الموضوع ده. فانا بدأت اوصل معاها ان انا لا خلاص انا هبدأ الكونفرزيشن بقى مع واحدة مصرية، تمام؟ فهي دي بقى خلاص يعني دي هتستحملني وش يعني، دي هتصبر عليا، تمام؟ وعملنا ديل، قلت لها انا اعلمك ديجيتال ماركتنج وانت تعلميني كونفرزيشن. انا ما اكدبش عليكم يعني انا مش متابع معاها بشكل دايم، لان انا مشغول في حاجات كتيره، بس ان شاء الله تعالى اتمنى ان انا استمر معاها في الموضوع ده، وان هي تصبر عليا وتديني فرصه ان انا اتعلم اللي هي اتعلمته بفضل الله تعالى، تمام؟ فده موضوع الكونفرزيشن بشكل عام، وده التجربه بتاعتي الشخصيه في الاربع مهارات المهمه اللي هم بتوع الانجليش.
وتعالوا بقى نبدأ نتكلم في ايه اللي انا اتعلمه او ايه اللي انا محتاجه عشان ابدأ اتعلم اي حاجة. تعال نشوف الوصايا العشر. رقم واحد، انت محتاج تكون متأكد وعلى يقين في الله سبحانه وتعالى ثم في نفسك انك تقدر تتعلم اي حاجة، اي حاجة حتى لو اول مرة تسمع عنها في حياتك. تمام؟ رائد الفضاء مثلا، اللي بيجي رائد فضاء ده، هل اتولد كده لجي نفسه رائد فضاء الصبح؟ مش ممكن يعني. فانت هتقدر تتعلم اي حاجة، ولازم يبقى عندك يقين في الحتة دي. تالت نقطة، انت محتاج تعرف ايه المصادر الاساسية اللي انت لازم ترجع لها عشان تتعلم المجال ده. طب انت هتقول لي انا مش هقدر اوصل للمصادر الاساسية من اول مرة، مش مهم، على الاقل اوصل للمصدر المهم، المصدر رقم واحد. ما ينفعش ابدأ الموضوع من كتاب صغير او كتاب على الرصيف، لا، حاول توصل للمصدر الاساسي وحطه قدامك وجهزه من قبل ما تبدأ في الموضوع. بس المهم يكون معاك مصدر او اتنين او حتى 20 مصدر، بس لازم يكون مصادر موثوقة عشان تتعلم منها الموضوع بشكل محترم. رابع جزئية، ان احنا محتاجين ندي العيش لخبازه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا باختصار شديد محتاجين نعرف ايه الرود ماب، ايه الطريق اللي همشي فيه عشان اتعلم المجال ده. ودي سهلة يعني. انا مثلا واحد عاوز اروح اتعلم ويب ديزايننج، فمثلا هسأل مين من الناس اللي زمايلنا الشاطرين في الويب ديزايننج، هيقولوا لك فلان. تروح لفلان تقول له والله انا عاوز اتعلم ويب ديزاين، ايه الحاجات اللي لازم اعرفها؟ يقول لك تعرف كذا وتاخد بالك من كذا وتبدا بكذا، وبعد ما تخلص كذا خش على كذا. فاهمين الفكره؟ فهو الكلام بتاعك معاه ده بيرسم لنفسك رود ماب. لازم الرود ماب دي تكون واضحه قدامك. وانا ان شاء الله تعالى يعني اوعدكم بان انا اعمل حاجه قريب كده في كل المجالات، يعني انا نفسي اوضح رود ماب لكل المجالات، ودي هسعى عليها ان شاء الله تعالى قريب. خمس نقطة، انت محتاج تتابع الناس اللي ليهم باع كبير في المجال ده. تمام؟ في مثل كده احنا كنا دايما نسمعه، اللي ملهوش كبير بيشتري له كبير. تمام؟ وانت عشان تقدر تدخل المجال ده بسهولة وتتعلمه، محتاج تعمل فولوينج للناس اللي هي المشهورة والمعروفة جدا في المجال ده، عشان تقدر فيما بعد تسمع منهم اخبار، تاخد منهم معلومة، تعرف منهم الابديتس اللي في الفيلد ده، ممكن يعلنوا عن وظائف تكون انت ليك فرصة انك ممكن تشتغل معاهم وهكذا. فانت لازم تتابع الناس دي، عشان الناس دي هتنقل لك خبراتها وهتبقى حابة ان هي تعرفك اكتر عن المجال، لان هو في نفس الوقت هو الشخص ده بيستفيد ان هو بيعمل لنفسه بيرسونال براندنج. سادس نقطة، انت محتاج تسأل، اسأل اسأل وما تبطلش تسأل، كل يوم لازم تسأل. تمام؟ لان انت لو سألت فانت بتوفر على نفسك مجهود وتعب كتير كنت ممكن تاخده انت، وفي الاخر ممكن ما توصلش النتيجة. لكن لو سألت هتوفر على نفسك وقت كتير، وفي نفس الوقت مجهود انك توصل للحاجة اللي انت عاوزها بسهولة. وطبعا ايه، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. النقطة السابعة، ان ما ينفعش ابدا يعدي عليك يوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة. لازم كل يوم تتعلم حاجة جديدة. نقطة رقم 8، بكل اللي فات، براكتس ثم براكتس ثم براكتس. لو انت مش هتمارس الموضوع ده انسى، ولا ليه اي لازمة. فاهم الفكرة؟ لو مش هتمارس تعلم اللغة هتنساه، لو مش هتمارس تعلم التقنية هتنساه، لو مش هتمارس تعلم الـ اي حاجة، حتى سبحان الله حفظ القرآن لو مش هتمارسه هتنساه. فاهمين الفكرة؟ فهو you have to practice، لازم تبراكتس. يعني انت لو مش هتطلع بالفيديو ده غير بالكلمة دي يكفي، ان انت لما حابب ادخل مجال واتعلمه عاوز امارس فيه واتعلم، امارس اغلط واصلح غلطي واغلط تاني واصلح غلط تاني وهكذا. تمام؟ فدي النقطة المهمة اللي هي نقطة رقم 8. تعال نشوف باقي النقطة. نقطة رقم 9، ارجع لنقطة رقم 8. اخيرا الوصية العاشرة، ارجع لنقطة رقم 8 تاني. تمام؟ ليه بس انا حابب اركز على الجزئية بتاعت البراكسنج؟ لان هي اهم حاجة فعلا. يعني انت لو اللي فاتكم واللي جايكم تاني، انك تقدر تعمل المواضيع اللي فوق دي سهلة، لكن ان انا ابراكتس هي دي الصعوبة، انك هتاخد وقت كبير جدا عشان، وهتبذل مجهود كبير عشان تتعلم، وهتاخد وقت عشان تتقن الموضوع ده بمجرد الممارسة مش اكتر. يعني كده احنا الحمد لله خلصنا كل الوصايا اللي احنا محتاجين نتكلم فيها في الجزئية بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله ان انا اكون قدرت اساعدكم بالمعلومة البسيطة اللي عندي دي، واتمنى ان كل واحد من حضراتكم دلوقتي يبدأ يحدد لنفسه مجال، ويبدأ يرسم لنفسه رود ماب في المجال ده، ويتابع الناس المهتمين في المجال ده، ويبدا يسمع ويتابع الاخبار ويتعلم ويسال وما يبطلش يسال، وفي نفس الوقت ما يبطلش براكتس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. معلش انا عارف ان انا طولت، بس الموضوع كان محتاج توضيح. وما تنسوناش من صالح دعواتكم، اخوكم مهندس مصطفى عثمان. سلام عليكم.